السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني بقلم ياسين بالمناور، رغم ان هذو ياسين بالمناور كاين واحد الناس يعني وين ما يهمونيش هذو اللي يمشوا بالشعبوية، يمشي بالشعبوية. انا عقلي كان يفتيكم على الماتش يتعاود، كنا نقولوا له يا ودي راك غلط، انت يا انسان يعني ما شاء الله بصح راك داخل في الشعبوية، دخلتوا في الشعبوية بغيتوا تبانوا كاع، ركبتوا الموجة في ذاك الوقت، موجة تاع قاسامة وايطو والمشرف، تغترت خليتو فيها بالك غير واحد غير مشاكرة وحده بالك خير، ثم ركبتوا كاع فيها غترت ذيك الفلوكة هذيك. على ذلك انا ما انا كيبدا المكلف بالاعلام، هذا الناس اللي كذبوا علينا انا ما نامنش فيهم. وين الاتحاديه الجزائريه، وين مصادر من الكاف بخصوص عقوبه لجنه الانضباط على الجزائر والمغرب. الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الفاب تقدم بطعن لدى لجنه الاستئناف بخصوص قرارات لجنه الانضباط. الفاف طعنت في عدم تعويض نظيرة الغياب المنتخب المغرب عن الشاد، هذه الطعن اللي داروه توان. الفاف طعنت في صيغة القرار لجنة الانضباط والذي خصها يعني بالذكر في تذكيره عند ذكر جميع الاتحادات الوطنية. الفاف ذكرت في طعنها أن الاستضافة أي شخص في حدث يتابع الكاف يكون بموافقة هذا الأخير والاستغراب واستغربت الصيغة. الفاف ذكرت في طعنها بمواد دفتر الشروط لمادة 11 و4 والتي تنص على ضمان النقل داخل إقليم البلد المستضيف، يعني ومن جهة أخرى حناضروك هذو باش بينوا نهار الاول الاتحاد الافريقي كي راسلهم سكتوا ضغط جماهيري عاودوا ردوا، ضغط تاع الكلام اللي قاله القجع عاودوا ردوا، نتوما ما رديتوش في الاولى، نتوما تا قلنا لكم كيما ما رديتوش، راكم تضحكوا، عجبتكم العقوبه، عجبتكم القرار تاع الاتحاد الافريقي، وهذه الغلطه تاعكم اللي درتوها، هذه الغلطة تاعكم اللي درتوها، لأنكم أنتم فاشلين بكل زعمك الاتحادية من ويز. أنا نقولها لكم ونعاود، أنا نقول للسلطة، السلطة اللي راهي تتحكم وكلش يعني متحكمة في الزمام، يعني نقول لكم باللي هذا الاتحادية وهذا شوف من الوزارة وروح يعني راه لوبي خطير، أنا نقول لكم ونعاود. كي نقول الوزارة ماشي يعني الوزير بروحه، لا الوزير بروحه ما يطيقش يخدم وحده، الناس اللي دايرين به دوك اللي دايرين به هذوك هما اللي مكونين لوبي خطير. رانا نقول لكم نعطيكم حاجة، لا على بالكم قرارات تاع الجزائر يبغوا يديروا قرار في الصفور ولا في الحاجة، على بالك بلي راهي توصل الاتحاد الافريقي قبل لا يعلن عليها الوزير هنا في الجزائر، انت تقول لي كيفاش تخرج، هي تخرج الهدرة، راهي تخرج الهدرة. نتوما روحوا حوسوا عاودوا ولوا، كون عاودوا نولوا نعاود نردكم. العام اللي فات تربص تاع الجزائر اللي داروه في غينيا، زبزب هو كان مناجر راح يعني في سرية تامة، كاش قال بلا الهدرة تخرجت، شكون اللي دار، شكون اللي خرج الهدرة ومنين خرجت؟ لأن يوجد مرأة في الوزارة هي اللي تخرج كلش، تخرج العصابة الخطيرة اللي أنا نقول لكم عليها، خاطرش مكونين يعني لوبي كبير، كاينة مرأة في الوزارة هي اللي تخرج كلش، أنتم راكم ساكتين، أش غادي نقول لكم؟ راكم ساكتين، ما عندنا كيما قلت ما عندنا ما نهضرو، عينا نهضرو، أنا نشوفوا بها باغينا ناس باغينها كيما هكا، هي قاعدة كيما يعني ما كاو بيديروا لنا مسلسل تاع القجع، ما القجع منا طاب طاب طاب، مسلسل تاع دالاس الجزء الثاني باش نعيشوا الجزء الثاني، باش نفوتوا رمضان المعيشة تاع رمضان، الغلا تاع رمضان والكسوة تاع الدراري،
هيا المهم المهم رايحه للأسوأ. انا نقولها لكم ونعاود، رايحه للأسوأ. كرة القدم الجزائرية يعني من السيء للأسوأ. هذه راهي مكاش خرجة تاعها والله ما عندها. وقلناها لكم صعب خطا، قلنا لكم يا ودي رجعوا ولوا راكم غالطين في الطريق، صعب ما بغيتوش تسمعوا لنا. هذه نقولوا باللي وهذا. ومن جهة أخرى رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجة وفي تصريح يعني لراديو مارس، سنستأنف في قرار لجنة الانضباط لأنه أقل بكثير من السقف المعقول. أمامنا مهلة، لذلك وهيأنا ملفنا مع استشارة القانونيين القانونية القوية. منعنا يعني منعنا من استقبال نقلنا الرسمي والتنقل عبر وفق ما يكلفه القانون، ولا يمكن أن نقبل بذلك. لن نتنازل عن حقنا إزاء ما حدث في حفل افتتاح. إذ لم تنصفنا اللجنة الاستئناف سنتوجه للطعس، ولن نتنازل عن حقنا في هذه القضية ولو بقي فينا عرق واحد ينبض. أخويا راه قالها لكم، قال لكم أنا ما غاديش نحبس عليكم. يا درا هنا كي راكم دايرين، كي راكم دايرين، أنا راني خمم نتوما كي راكم دايرين. خاش باش تتكلو نتوما على واحد ولا زوج في لافريك. ما حنا ولينا نتكلمو، حنا ولا عندنا الناس تهضر معاكم بالقانون، تحارب فيكم بالقانون، وناس تاوعنا يخرجوا يهضروا يعني غير بالرشوة بالمعرفة بالرخ. ما يدري كنا نقول لكم يا ودي في 2016 كنا نقول لكم يا جماعة نعلو الشيطان، راكم رايحين تخربوا، راكم رايحين تقلعوا جبل، جبل تاع الوراس، جبل بابور، غادي تقلعوا جبل كبير، غادي ما صعيبة شوية. قال لك لا انتوما انتوما ماكمش راكم عارفين، نقلعوا الحاج محمد راهو راهو، انقلع الحاج محمد راهو راهو، ولات لاقريب كيما تجي المستامين تجي تضربنا كاع لاقريب، كاش اللي يضرق عليك؟ اليوم وين قلت لكم ما تسقاوش تبكوا كالنساء لانكم لم تحافظوا عليها كالرجال، وين كل الاعلام الجزائري الا من رحم ربك وين حسبوا على يد واحده برك، لم يعني يتكلم الناس اللي تكلمت الحقيقه. بصح الله غالب، دروك انت يعني بالك شحال بالك واحد 10 تاع القنوات يعني كاع طايحين في سوجي واحد على الحاج محمد راهو راهو. عينا نحضروا، عينا ننبهوا، يا ودي حذار، يا ودي حزوا روحكم، يا ودي حزوا روحكم. الله غالب، الله غالب خويا. ناس تبيع الذيبه بحبه كابريز، يبيعك يدورلك يخلعك. اليوم يهدر معاك ويساهم فيك ويقول لك واو رانا من رانا من، غدا ان شاء الله تسيبو في التلفزيون مي تعيط له يقول لك عاودي هاو في التلفزيون. الله غالب، ما نعطيش نهدر كيما نهدر معاك. اسكت، تبدا على هذاك، تبدا على هذاك، تبدا على هذاك، تبقى تشوف فيهم تسيبهم كاع انزال، وين تشوف فيكم كاع انزال. هذه هي وين جاي تميزب. كان 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 في الليست مع الحاج محمد راهو راهو قبل لا يتحرك، قبل بصح فرضوه الرجال تاعو فرضوه، شاو هانو دخلوه في حيط. هذه يا خويا، وعينا نقولوا لكم بصح وصيناكم والله غالب، انتوما تعاودوا الحمد لله يا ربي. الهضره اللي كنا نهضروا فيها كاع راكم تهضروا فيها اليوم. انا شنو كنت نقول لكم؟ كنت نقول لكم اليوم راكم تكذبوا فيا. بصح يجي النهار وتعاودوا تولوا عندي وتتكلموا غير هضرتي، تزوقوها برك، ديروا لها جينيريك برك شباب. مال الهضره اللي كنت نهضر فيها كاع راكم تهضروا فيها، حتى هاد اليوتيوبر راهو يهضروا هضرات كاع، عندكم وين تروحوا؟ خاطش الاولى ما تكونش عندكم الجرأه باش تتكلموا، تخافوا ما تكونش عندكم الجرأه، من بعد تكسبوا شويه جرأه تولوا تهضروا فيها. واش كنا نقولوا لكم؟ للاسف معليش هردتوها بصحتكم. اليوم كنتو تجرو كوش دروات وحوسوا عليها وراهي وراهي غنم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ملي شي ابوني ابوني معنا، بيتو دايما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.